رشا، الله وبركاته. ازيك يا دكتورة مليكة؟ الله يسلم عمرك يا رشا، بحبك في الله والله. احبك الله الذي احببتني فيه، ربنا يرضيك يا رب يا حبيبتي. الله يخليك، بشكرك على الرؤية اللي انت فسرتها لي امبارح. لا ما شاء الله، امبارح لا ده انا كده الله سعيد اكبر. اخويا، امبارح امبارح فين؟ اخويا اللي هو مسجون وكده بندور عليه بقالنا 4 شهور. امبارح فين؟ امبارح على النت، على الصفحة بتاعتك. على صفحتي. هو انت اسمك رشا؟ شكرا يا دكتورة ان انت اهتميتي، متشكرة لك قوي. المهم ان انت تطمنينا، هحكي لكم الرؤيه دي. انت مش اسمك رشا على النت صح؟ على الفيس انا اسمي منى شريف، انا صح؟ باسمي منى، تمام، انا فاكره اسمي اسم منى. بنتي. طيب في اخبار ولا ايه؟ طمنينا. لسه والله النهارده رايحين ندور تاني في الاسم وكده، وهبشر حضرتك ان يا شاء ريت. الله. ان شاء الله رب العالمين، ربنا يرضيكم يا رب يا رشا، وباذن الله باذن الله تقول لنا على الاخبار كويسه ان شاء الله. واهتموا كويس، لانه هو انا شايفه حبيت اشكر حضرتك جامد، لان بجد اهتميتي ما كنتش متخيله. ليه بس؟ والله انا موجوده يا جماعه، بس ضغط ما شاء سعيدة الله، أوي والله يا ضغط طيب. ضغط الرسائل بس طب بتبقى رشا، كتيره طب لو والله يا ليكي رشا، رؤيه عشان بس التليفون. ضغط الرسائل بتبقى كتير، معلش. حاضر، بقول لحضرتك انا اتفضل. طلعت السفاره في رمضان، كان في مشاكل بيني وبين جوزي، وحلمت ان انا راكبه معاه عربيه صغيره قوي، هي عنده العربيه دي بالفعل، فهو نزلني منها وانا كنت حامل منه في العيل الخامس. ايه العيل الكام؟ التاني. انا عندي 4 عيال وانا كنت حامل في عيل خامس تاني، وانا قاعده جنبه في العربيه. بس انت مش حامل صح؟ لا انا مش حامل، بس انا كنت في الحلم حامل، وهو عمال ينزلني ويقول لي انا انزلي مش بحبك، انا كده كده هطلقك، وانا مستني انا بحبها. تمام. وفعلا انا نزلت من العربيه لقيته مستني واحده هو فعلا بيحبها في الحقيقه، كانت واقفه فوق الكوبري ناكشه شعرها وشافي دمامي. كانت ثانيه رشا، نكشه شعرها وايه؟ الميكروفون رشا. ايوه يا دكتور. كانت نكشه شعرها وايه؟ وشافي دمامل واقفه فوق الكوبري وشها فيه ودم بالعربيه. وشها مش صافي، فيه حبوب ودمامل. طيب كملي. وهي حواليها 3 مذيعين ماسكين ميكروفون، وهي نازله لجوزي تركب جنبه. وماسكه جوزك؟ نازله لجوزي وهو فاتح العربيه ومستنيها بعد ما نزلني، وانا واقفه بعيد عنها وعماله ابص عليهم. حبيبتي لقيت عربيه نقل كبيره جدا، نص نقل كبيره قوي قوي، واحد فتح لي وكان لابس جلابيه وقال لي اركب، وانا فعلا ركبت، بس كنت زعلانه قوي وعماله ابص عليه من بعيد واقول معقول يسيبني عشان دي؟ طب ليه دي حاجه مش حلوه. بس في الحقيقه فعلا هو ليه علاقه بالبني ادم، يعني ذلك الحلم بيقول انا بحب ايمان، انزل انا بحب ايمان. طيب البيبي كنت لحد اخر المنام لسه حامل فيه ولا لما جيتي تركبي العربيه؟ ايه؟ لا كنت حامل لغايه باب العربيه، وكانت بطني كبيره. بطنك كبيره؟ اصل العربيه النقل دي حلوه في المنام، وبطنك كبيره برضو كويسه جدا. العربيه اللي موجوده مركبه. البطن الكبيره في الحمل في المنام بتبقى كويسه قوي قوي للمهموم بالذات. فبصي، اولا هو خلاص كده ولا ايه؟ طب في حاجه، طب صوتك صغير، افتكرتك صغنون عن كده. طيب حاجه تانية يا رشا تفصلي؟ أيوة. حاجه تاني؟ خلاص كده، خلاص. طيب اتفضلي. موضوع المذيعات اللي جنب الشخصيه اللي هو كان واقف جنبها، البنت اللي هو واقف جنبها، ده فراق فراق، واخبارها توصل لها هي. العربيه النقل زي ما قلت لك بتبقى جميله جدا جدا، بتبقى تجاره رابحه. طب هنا ما فيش تجاره، ديت اللي هي النهايه فعلا. اما تدخل قصاد جوزها هتبقى فيها تجاره، قصاد الست دي تقريبا هتبقى فيها تجاره عشان تربح زوجها، فهي راحت تركبها. الحمل لما يكون كبير بيكون اقتراب زوال هم يا رشا، فما تسيبيش جوزك، اعتبريها مساومه، واوعي تسيبي جوزك، اوعي تسيبي جوزك، لانك انت اللي ربحانه قوي قوي بعد كده، وان شاء الله ربنا هيراضيكي باذن الله ويرجع الاستقرار ما بينكم. رمز كلمه الطلاق يا جماعه، اللي هي قالت هنا طلاق، رمز كلمه طلاق في المنام للمتزوجه بتبقى مشكله كبيره جدا، وهتنزل على ما فيش، وفي نفس الوقت هيبقى في تقارب اكتر ما بينك انت والزوج عن اي وقت مضى، والله اعلى واعلم. ولو مش متزوجه يا دكتور؟ لو مش متزوجه بيبقى زواج. طيب معايا مجدي. مجدي الو، بتطلق فتره العزوبيه. الو مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا مجدي وبركاته. لو سمحت اكلم